واحد بيقول سؤال مخيرني، لماذا معظم قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صعيد؟ لا مش كلهم صعيد، مش كلهم صعيدة. فمثلا أبو معار الكبير من وكبح مش صعيد، وانت متعصب لي يعني السؤال ده ولا سؤال محير؟ هو كل ما في الحكاية القديسين بتوع العصور الأولى كانت الدلتا لسه لم تتكون بعد كما ينبغي، يعني يدوبك الإسكندرية هي التي كانت لها شهر، لكن الباقي ما كانش معروف. لكن في قديسين كتير جم من دمنهور مثلا ومن الاسكندرية عدد كبير جدا، والاسكندرية مش في الصعيد ولا دمنهور.